بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذه المادة دراسة الجدوى الاقتصادية، ونرجو الله لكم التوفيق والنجاح إن شاء الله. وإن شاء الله بداية موفقة. عموما دراسة الجدوى هي مادة عندي أهمية خاصة، لأن هي يعني تساعدنا كثير جدا في اختيار المشاريع الناجحة، يعني تساعدنا في استخدام موالنا استخدام جيد، وبالتالي فإذا كان لدي مبلغ من المال مثلا وأمامي عدد من الفرص الاستثمارية 10 20 30 فرصة مثلا، فدرس الجدوى بيساعدني نختار أفضل فرصة من الفرص الاستثمارية المتاحة أمامي. ولذلك هذه المادة لها أهمية خاصة جدا، لأنه بيساعدنا إن شاء الله إن نحافظ على مواردنا ونختار مشاريع ناجحة ومشاريع رائدة تحقق لنا شنو أرباح. هذه المادة إن شاء الله هي مادة سهلة، طبعا 50% نظري و 50% عملي. فصول الأوعية هي غالبا نظري، 6 فصول الأوعية هي نظري، فبذلك نسلم عليكم مرة ثانية إن شاء الله، نزع الله عليكم التوفيق والنجاح. الجزء الأول من هذه المادة نظري، والجزء الأخير هو عملي. العملي كله مبني على معايير تغيير المشاريع. يعني في هذه المادة إن شاء الله نرسم لك 12 محاضرة، ومحاضرة اللوائح هي تشمل الجانب النظري اللي بنتناول فيها دراسة الجدوى وتعريف دراسة الجدوى وأهمية دراسة الجدوى، يعني لماذا ندرس هذا المعرض، ثم ندرس فيها دراسة الجدوى القانونية لموقف الدولة المشروع، هل الدولة تقدم مساعدات للمشروع أم تضع قيود، هل الدولة تقدم تسهيلات أم تضع قيود على المشروع، فهذه دراسة قانونية. وإذا الدراسة القانونية عندها نتائج طيبة ثم نقوم بالدراسة السوقية دراسة السوق، وهذه مهمة جدا. دراسة السوق عندها أهمية كبيرة جدا في دراسة الجدوى، لأن عن طريق دراسة السوق نقدر نغدر حجم الطلب، ونقدر ندرس سلوك المستهلك، ونقدر نحدد الكمية اللي ننتجها، لأن حندرس المنافسين وندرس الأسعار وندرس الموارد المتاحة وندرس احتياجاتنا من الموارد الاقتصادية أو عناصر الإنتاج التي نستخدمها في الإنتاج. فالدراسة السوقية عندنا أهمية خاصة في دراسة الجدوى، في دراسة السوق جانب الطلب. نحن في عالم اليوم أهم حاجة عندنا الطلب وليس العرض، يعني العالم الآن ليش هناك مشكلة العرض أو الإنتاج، الإنتاج متوفر لكن في مشكلة شنو؟ الطلب. الطلب منخفض والعرض زايد، ولذلك احنا بندرس الطلب والسوق، معناه احنا بندرس جانب الطلب، نركز على جانب شنو الطلب. فاذا نعمل مشروع جديد فلا بد ان نفكر في المستهلك او الطلب، وهذا يجعل دراسه السوق مهمه جدا في نجاح المشاريع الاستثماريه. اذا خلصنا دراسه السوق ثم نخش الدراسه الفنيه، وهذه مهمه جدا. الدراسه الفنيه بتقوم على شنو؟ على النتائج الايجابيه لدراسه السوق. إذا دراسة السوق كانت إيجابية نتيجة للدراسة الفنية، وهذا مهم جدا، تحدد أنا موقع مشروع وين، موقع مشروع، ونغدر أو تحدد الكمية التي نحتاج إليها من الآلات والمعدات والتكنولوجيا وغيرها، يعني الدراسة الفنية تلعب دور كبير جدا في دراسة الجدوى الاقتصادية. ثم في الدراسة الاقتصادية حسابات الأرباح والخسائر والتكاليف المتوقعة والأرباح المتوقعة
والتكاليف وأنواعها، تكاليف ثابتة، تكاليف غير ثابتة، وندرس فيها كل ما يخص بالجانب الاقتصادي من حيث الأرباح والخسائر. ثم تأتي بعد ذلك مصادر التمويل، من أين ننوي المشروع؟ هل هو تمويل ذاتي؟ يعني التمويل الذاتي معناه من صاحب المشروع ذاته نفسه، تمويل شخصي، أو تمويل قروض من البنوك أو غيرها، أو عن طريق طرح أسهم لعامة الجمهور وهكذا، أو بيع أوراق مالية. يعني هنالك أنواع مختلفة من مصادر التمويل. فعموما التمويل دائما بيكون جزء ذاتي وجزء قروض وأسهم للآخرين. فعندما نخلص من مصادر التمويل ندرس ما معايير تقييم المشروع. معايير تقييم المشروع يعني ما هي المعايير التي على أساسها نقيم المشروع؟ ومن أكثر المعايير استخدام هي صافي القيمة الحالية، أكيد عندنا فكرة عنها، صافي القيمة الحالية الـ NPV. ثم معيار الـ IRR اللي هو معدل العائد الداخلي، ومعيار فترة الاسترداد، ومعيار تحليل حساسية المشروع في ظل الخطر. يعني كل أربع معايير حندرس إن شاء الله، أربع معايير. ثم نشوف الربحية الغنية للمشروع، يعني ما هو دور المشروع في الجانب الاجتماعي، ما هو دور المشروع في حل مشكلة البطالة، ما هو دور المشروع في خلق فرص عمل. فباختصار هذه إن شاء الله مفردات المادة التي إن شاء الله سوف نغطيها من خلال هذا الكلمة. إن شاء الله برسم لكم خذ الشرائح، مجموعة من كل من الشرائح إن شاء الله، وبرسل لكم بعض الواجبات مهمة جدا وهي محلولة أكيد تعينكم. هذه المادة جزء نظري وجزء عملي، فبرسل لكم إن شاء الله مغرف كامل على المنتدى أكيد، وبرسل لكم واجبات محلولة حتى إنكم تعينكم إن شاء الله في حل المسائل. أننا جزء عندنا عملي جزء نظري، وإن شاء الله إذا لديكم أي تساؤلات يمكن إن شاء الله أن يكون ذلك من خلال المنتدى وحتى من خلال الإيميل، ما عنده مشكلة. فإن شاء الله إن شاء الله في ملخص بإذن الله تعالى، إن شاء الله برسل لكم ملخص، برسل لكم ملخص إن شاء الله هو كافي. أقصد برسل لكم بس لا مشكلة إن شاء الله نبسط لكم يعني ملخصات مبسط بحيث إنه يعني يصير سهل في الفهم، فلا تخافون إن شاء الله من هذه الجانب. وإن شاء الله بيجيكم ملخص خلال الأيام الجاية على المنتدى. إن شاء الله وإياكم. فلا تخافون إن شاء الله، فأجيكم مرخص وأجيكم واجبات، وإن شاء الله من خلال المنتدى، من خلال المنتدى إذا في تساؤلات أو ما عندي مشكلة تبعتكم حتى على الإيميل، وإذا في ما مشكلة عشان نشرح مثلا مادة أو نشرح مسألة خاصة. طبعا دراسة الجدوى هي سهلة مرة، ولكن
الجامعة عمل فيه يعني كبير، أعتبر جدول كبير يعني، جدول وعليه أسئلة يعني ممكن يعني العمل فيها بيكون كبير يعني، ممكن الجدول يكون صفحتين يعني، ممكن مثلا الواحد يحلها في صفحتين كده يعني، مطولة شوية، وبالتالي إن شاء الله نتعاون في فهم هذه المادة. إن شاء الله محاضرة اليوم هي تكون محاضرة عن مقدم في دراسة الجدوى الاقتصادية، ونبدأ بتعريف دراسة الجدوى الاقتصادية. ما هي دراسة الجدوى الاقتصادية؟ فدراسة الجدوى الاقتصادية يعني هنالك عدة تعاريف لدراسة الجدوى الاقتصادية، ولكن من أكثر التعاريف استخداما عبارة عن دراسة علمية شاملة لكافة جوانب المشروع. دراسة علمية لا تقبل العلمية مهمة جدا، شاملة لكافة جوانب المشروع، يمكن من خلالها اختيار أفضل فرصة من الفرص الاستثمارية المتاحة. هي دراسة علمية شاملة لكافة جوانب المشروع، يمكن من خلالها اختيار أفضل فرصة من الفرص الاستثمارية المتاحة. بمعنى شنو يا اخوان؟ بمعنى هنالك فرص امامي كثيره، فكيف اختار افضل فرصه؟ يعني مثلا اذا كان لدي مبلغ من المال واحب ان استثمر هذا المبلغ في الرياض، يبقى امامي فرص كثيره، مثلا معرض سيارات فرصه، حفظ بنزين فرصه، مول فرصه، مطعم فرصه، يعني بكون قدامي في الرياض 100 فرصه مثلا، فكيف اختار افضل فرصه استثماريه؟ هذه الفرص ربما يكون بعضها ما ينجح وبعضها ناجح، ولكنها متفاوته نسبيا في النجاح. يعني اذا عندي 10 فرص هتكون كلها ناجحه لكن مش بنفس المستوى، فبختار افضل الافضل. يعني هي هتكون ناجحه مثلا ولكن ما نفس المستوى. فاذا سجلت السعيد شنو اختار افضل الافضل في العشرة دي أو المية حسب المتاح، أنا أقدر أختار شنو أفضل فرصة استثمارية بناء على دراسة الجدوى، بناء على دراسة الطلب، دراسة السوق، دراسة المنافسين، دراسة الموقع، دراسة السعر، دراسة حماس الإنتاج، التكاليف، الأرباح، هذا كله دراسة تفصيلية. دراسة سلوك المستهلك، هذه مجموعة من الدراسات تساعدني في اختيار أفضل فرصة من الفرص الاستثمارية. ونحن نجد كثير جدا من المشاريع فشلت الاستثمارية وأغلقت، بعضها يمكن ما يتم سنة. لماذا؟ لأن هذه المشاريع ما قامت على دراسة جدوى علمية، قامت على محاكاة الآخرين، محاكاة الآخرين على الصدفة، قامت على محاكاة الآخرين عن طريق الصدفة. ولذلك إذا لدينا موارد اقتصادية يجب أن لا نهدرها، يجب أن نستثمرها بالطريقة العلمية عن طريق دراسات الجدوى الاقتصادية. هي دراسة علمية شاملة لكل جوانب المشروع، تساعدنا في اختيار شنو أفضل فرصة استثمارية. من بين الفرص المتاحة أمامي هناك آلاف الفرص داخليا وخارجيا. بعض الأحيان مثلا استثمر فلوسي في الخارج، يعني مثلا شركة أبل تصنع في الصين. لما عملت دراسة جدوى لقيت تكلفة الجوال في الصين منخفضة وأرخص بكثير جدا من تكلفة الجوال في أمريكا، ولذلك هاجرت أبل من أمريكا إلى الصين بسبب شنو يا إخواننا؟ الربحية العالية المتوقعة والخسارة المتدنية المتوقع. هذا مثال. الشركة لا يمكن تتخذ قرار زي أبل وشركات عملاقة إلا بعد دراسة الجدوى الاقتصادية. وبعد دراسة الجدوى تعد أين تستثمر أموالها؟ داخل أمريكا مثلا، في ماليزيا، في تايوان، في الصين، في أي مكان. هذا كله بيتم على شنو؟ على دراسة الجدوى الاقتصادية. تعريف آخر هي دراسة علمية تم إعدادها شنو بدقة
دراسة علمية أو مجموعة من الدراسات العلمية تم إعدادها بدقة لتحديد أفضلية في مشروع معين دون الآخر دون الآخرين. يعني دراسة مجموعة من الدراسات العلمية تم إعدادها بدقة لاختيار مشروع معين. أكيد ليس الوحيد لكن هو الأفضل. فأنا أمام مجموعة من الفرص الاستثمارية، فكيف أختار أفضل فرصة من الفرص المتاحة أمامي؟ هنا تسجل على دور كبير جدا في اختيار المشاريع الناجحة. طيب إخوانا ما تبغى تحدثنا عن درس جيد نحن عن الاستثمار. من هو الاستثمار؟ ما هو الاستثمار؟ الاستثمار هو إخواننا الإنفاق على السلع الإنتاجية أو السلع الرأسمالية. يعني هو الإنفاق على الإنتاج، هو الإنفاق على الإنتاج أو على السلع الرأسمالية. فمثلا إذا اشتريت سيارة للعائلة هذا مو إنفاق، هذا مو استثمار، هذا استهلاك. ولكن إذا اشتريت سيارة للشركة هذا استثمار. والاستثمار هو الإنفاق على الإنتاج، هو الإنفاق على الإنتاج. والاستثمار في عالم اليوم هو الدينامو الذي يحرك العملية الاقتصادية. يعني الاستثمار هو الدينامو الفعال، هو الدينامو الذي يقود التنمية الاقتصادية في البلد. لا يبدو أن إخواننا الواقع أن تحدث تنمية في دولة لا يوجد لها استثمار. ولذلك في عالم اليوم الاستثمار أخذ مكانة كبيرة، فصارت الدول تسهل حتى تجذب المستثمر حتى الأجنبي. صارت الدول تفتح أبواب للمستثمر الأجنبي، فالاستثمار أصبح له دور كبير جدا في التنمية الاقتصادية في عالم اليوم. بعضها استثمارات أجنبية، بعضها داخلية أو محلية. يعني صارت الدول تتيح تسهيلات الاستثمار سواء كان محلي أو أجنبي. صارت الدول تستقبل استثمارات أجنبية مباشرة بالمليارات. استثمارات أجنبية مباشرة. استثمار طبعا نوعين يا إخواننا، في استثمار غير مباشر عن طريق شنو؟ أسهم. يعني تجي شركة تشتري أسهم أو أوراق مالية. فقط اشترت مني اسهم. يعني مثلا الشركه الاجنبيه مثلا تشتري من اسهم السابق، هذا استثمار اجنبي غير مباشر. الاستثمار الاجنبي المباشر ان الشركه تاتي بنفسها الام وترحل جزء من انتاجها يتسم داخل الدوله. فشركه تقول تكنولوجيتها وتبغى خبرتها ومعرفتها وتصنع داخل الدوله. يعني مثلا ارض تصنع في الصين، فنقلت خبرتها والتكنولوجيا بتاعتها الى الصين، هذا يسمى استثمار اجنبي مباشر. الاستثمار مهما كان محلي او اجنبي في النهايه يقود الى التنميه الاقتصاديه. والاستثمار يا اخواننا يحتمل على شنو؟ على الادخار. يعني كل ما كان المجتمع يدخر او يوفر كل ما شنو زاد الاستثمار. لأن الادخار عكس الاستهلاك، كل ما استهلكنا كثير كل ما دخرنا أقل، كل ما خفضنا استهلاكنا بدون بزخ كل ما ادخرنا. وفي الدولة كل ما زاد الادخار كل ما زاد الاستثمار. لأن نحن ندخر ما عندنا من فائدة من الدخل في البنوك مثلا، هذه البنوك تقوم بتحويل هذا الادخار إلى استثمار، تمول الشركات، تمول الأعمال، البنوك تمول القيادة الخارجية، تمول الصادرات، تمول الواردات. يعني البنوك تأخذ الأموال من المدخرين وتحطيها لمنو؟ إلى المستثمرين. فالادخار تلقائيا يتحول إلى استثمار. ولكن إذا كان الادخار منخفض في دولة ما يصبح الاستثمار منخفض، يصير ما في تراكم رأسمالي، يصبح الاستثمار منخفض ويصبح الانتاج منخفض. فماذا ما تكلمنا عن
دراسة الجدوى بتتكلم عن الاستثمار investment. هو معروف كما درسنا في الاقتصاد الكلي في المبادئ ان اي زياده في الاستثمار تؤدي لزياده في الدخل. لماذا؟ يعني الاستثمار هو زياده في الانتاج. فالاستثمار معناها زياده في الانتاج، فالانتاج معناها دخل، ان هذا الانتاج يتحول شنو الى دخل. الانتاج يتحول شنو الى دخل؟ من اين ياتي الدخل؟ من الانتاج. فمثلا البترول انتاج سلعه تتحول الى دخل دولار او ريال. يعني الدخل ياتي من الانتاج، وبالتالي كل ما زاد الانتاج في الدوله كل ما زاد الاستثمار في الدوله كل ما زاد الانتاج، وكل ما زاد الانتاج كل ما زاد الدخل. كل ما دوله كان فيها انتاج كثير قطاع عام وقطاع خاص بالتاكيد يصبح الدخل يزيد، وكل ما زاد الدخل يا اخواننا يزيد الاستثمار. يعني جزء من دخلها بنستثمره وجزء نستهلكه. فالاستثمار له اثار متضاعفه على الدخل. هذا يسمى مضاعف الاستثمار اللي درسناه ودرسته في المعهد الكلي. مضاعف الاستثمار معناها كل زياده في الاستثمار تؤدي لزياده مضاعفه اي اكبر واكبر في الدخل. يعني الدخل يتضاعف في حال زياده الاستثمار. يزيد لكن بنسبة كبيرة. يعني ممكن الاستثمار يزيد ب 5% مثلا، الدخل يزيد ب 20%. هنا مضاعف أربعة، يعني قدر أربع مرات. فالاستثمار عندما يزيد يزيد الدخل. ويزيد من هو الجزء من الدخل يسحب الاستثمار. الإنسان كل ما دخله زاد يفكر أنه يستثمر. فكل ما زاد الاستثمار يزيد الدخل، وكل ما زاد الدخل جزء من الدخل يروح على الاستثمار يزيد الاستثمار. بمعنى شنو؟ انه دخل الاستثمار يؤدي لزياده الدخل، صحيح، والدخل يؤدي لزياده الاستثمار. اوكي، انه اي زياده في الاستثمار تؤدي لزياده في الدخل، لان الاستثمار معناه الانتاج. كل ما زاد الانتاج كل ما زاد الدخل، لان الدخل ياتي من الانتاج. وكل ما زاد الدخل جزء من الدخل يسبب الاستثمار. كل ما زاد الدخل جزء من الدخل يسبب الاستثمار. فالاستثمار والدخل يأثروا مع في بعض. الاستثمار والدخل يأثروا في بعض. فكل ما زاد الاستثمار الدخل يزيد، نحس انه ضاعف الاستثمار. وكل ما زاد الدخل الاستثمار يزيد. يعني بما انه الاستثمار يؤدي لزياده في الدخل، ايضا الدخل يؤدي لزياده في شنو؟ في الاستثمار. هذا نسميه شنو؟ معدل الاستثمار في الاقتصاد، يسمى المعدل. المعدل معناه شنو؟ انه كل ما الدخل زاد الاستثمار يزيد. والمضاعف كل ما زاد الاستثمار الدخل ماله؟ يزيد. اوكي؟ طيب. الاستثمار زي ما حكيت له دور كبير جدا في التنمية الاقتصادية، وكل دولة تحاول أن تشجع الاستثمار سواء كان محلي أو أجنبي. كيف تشجعه؟ تقدم تسهيلات. إيه كانت التسهيلات؟ إفعاد من الضريبة مثلا، إفعاد من الجمارك وغيرها من التسهيلات اللي تقدمها الدولة لتشجيع الاستثمار. في الاستثمار هناك عوامل تؤثر عليه، يعني الاستثمار يتحرك من مكان الى مكان، من مدينه الى مدينه، من قريه الى قريه، من دوله الى دوله بسبب عدد من العوامل. احنا نسميها شنو؟ العوامل المحدده للاستثمار. يعني هذه العوامل تلعب دور كبير جدا في شنو؟ في تحرك او تدفق الاستثمار. هذه العوامل لها دور كبير جدا في تدفق الاستثمار. نمرة واحد العائد أو الربح، أكيد طبعا إخواني بالتأكيد كل ما كان المشروع أكثر عائد أو ربحية كل ما زاد الاستثمار. لماذا رجل الأعمال عندما يفكر في الاستثمار يفكر في العائد الربح؟ فكل ما كان عائد متوقع كل توقعات، بس الجو كلها توقعات
كل انت بتعمل مشروع في المستقبل، مثلا سوف اعمل مثلا مصنع للاسمنت، سوف اعمل هذا مستقبل توقعاتهم. فكلما توقع رجال اعمال عائد اكبر كلما زاد الاستثمار، والعكس تماما، كلما توقع العائد قليل جدا كلما شنو نقص الاستثمار. يبقى العائد او الربح له دور كبير جدا في شنو في تدفق الاستثمار. نمرة 2 سعر الفائده. سعر الفائده ممكن من اكثر ايضا العوامل تاثيرا على الاستثمار. سعر الفائده تحرك يعني في الدول المتقدمه وربما في امريكا وفي اليابان سعر الفائده له اثر كبير جدا على الاستثمار. ورغم انهم علاقه عكسيه، العلاقه بين الاستثمار وسعر الفائده علاقه عكسيه. كيف علاقه عكسيه؟ كلما مثلا نقص سعر الفائده كلما زاد الاستثمار، كلما انخفض سعر الفائده. ما هي سعر الفائده؟ هي الفائده مثلا خط قرض من البنك ياخذ مني فائده، خط قرض من البنك واخذ من قليل باخذ من الفائده، قال لي انه سوف ياخذ مني فائده 3%، هذا سعر الفائده. فاذا كان سعر الفائده منخفضه مثلا 1% فقط، هذا يشجع الافراد على الاقتراض، والناس تاخذ قروض من البنوك وتستثمر، فتزيد الاموال والاستثمارات في السوق. ليه؟ لان الفائده منخفضه، يعني اذا البنك ياخذ مني فائده 1% هذا يشجعني انا اسهم واخذ غرق مليونين ريال على حسب، ثم اذهب واستثمر هذا المليون ريال في السوق. والعكس تماما، اذا كان سعر الفائده زاد ينقص الاستثمار. يعني مثلا البنك قال لي باخذ انا فائده 10%، هذا لا شجاع، لا يمكن اخذ غرق بفائده 10%، كيف ارجع هذا المبلغ؟ كيف ارجع هذه الفائده؟ صعب. فاذا زاد الاستثمار يقل، سوري، اذا زاد سعر الفائده يقل الاختراق، وبالتالي يقل الاستثمار. عشان اخواننا العلاقه هي علاقه عكسيه تماما بين الاستثمار وشنو وسعر الفائده. سعر الفائده كانوا برضه يسموه شنو؟ يسموه تكلفه الاختراق، يعني في النهايه انا حط غرض، هذا غرض مو مجاني، هذا شنو؟ هذا فائده، هذا تكلفه، هذه التكلفه يسموها شنو؟ سعر الفائده. فمثلا اذا حط غرض 100,000 ريال يعني مثلا، وعلى فائده 5%، 5000 ريال يعني. في 5% دي هي شنو؟ هي تكلفه الغرض. انا حرجع على الغرض زائد 5%. فسعر الفائده ايضا يسمى شنو؟ تكلفه الاختراق. يعني هذه الفائده اللي حدفعها انا للبنك. اوكي؟ لا يعني ان شاء الله بغير شويه بس يعني عن الملخص مثلا. الملخص يختل شيء من العوامل الماليه. العامل الثاني اللي هو التوقعات. التوقعات ايضا اخواننا لها دور حاسم. التوقعات لها دور كبير جدا في تدفق الاستثمار. فكلما كان التوقعات ايجابيه كلما زاد الاستثمار. التوقعات بتكون ايجابيه اذا كان المستثمر متفائل، إذا كان متفائلا. أما إذا كان المستثمر متشائم فلا يغوى الاستثمار. يعني هو إذا ما توقع عائد مجزي من مشروع معين لا يستثمر في هذا المشروع، إلا إذا توقع في إخواننا عائد. في التوقعات تلعب دور كبير جدا في قرار الاستثمار. لا يمكن انسان مثلا يقرر يفكر انه يستثمر مثلا في مزرعه دواجن والا توقع شنو؟ عائد او ربح. اذا كان متشائم لا يستثمر في الدواجن. فالاستثمار يقوم على شنو؟ على التوقعات، والتوقعات هي في المستقبل.
والمستقبل مجهول. مستقبل مجهول يا اخوانا، المستقبل محفوف بالمخاطر، هناك مخاطر في المستقبل، فإذا توقعات غير سليمة تصبح مشكلة، لأننا لا ندري ماذا يحدث غدا، نحن بشر لا ندري ماذا يحدث غدا، ولذلك نغرر ونخطط أن نعمل مشروع استثماري خلال سنة، ربع ستة شهور مثلا، حسب المشروع، حسب حجم المشروع، سوف نعمل مستقبل، المستقبل ماله؟ مليان أو محفوظ بالمخاطر. إذا إخوان أصل الخطر موجود في الاستثمار، أكيد إخوان أي مشروع استثماري أكيد المخاطر موجودة، الخطر موجود. الخطر هو شيء حدوث شيء غير مرغوب فيه، حدوث شيء غير مرغوب فيه وغير متوقع. الخطر قد تكون مثلا منافس بالنسبة لك، وتكون كساد، وتكون تضخم، وتكون كوارث طبيعية، زلازل، أمطار مثلا، منافسين، هبوط في الأسعار، منافسة من الخارج، يعني مخاطر كثيرة جدا التي تواجهنا في دراسة الجيوة الاقتصادية، بعضها داخل وبعضها خارج. ايش تقولي؟ ما حد يمكن يكون متنقل، يكون مشاكل الاستثمار، ممكن يكون متفائل، ممكن يكون متشائم، على حسب. يعني اللسان بيقرا الوضع الاقتصادي، شعر مثلا انه ما في استقرار اقتصادي، شعر انه مثلا يعني هنا ما في طلب على المنتج، او هنالك منافسين اقوياء هو ما يقدر ينافس معاهم في السوق، فهذا كله هنا يجعلني لا يتوقع عائد في هذه الحاله، يصير متشائم، يعني لا يتوقع عائد. صحيح، أهم حاجة التفاؤل. طيب ففي أسس الواحد الاستثمار بقوم عليه، يعني رجال الأعمال عندما يغرون الاستثمار أكيد يعني هناك أسس الواحد فالاستثمار لازم يقوم على أسس علمية، من سرعة شوية لازم يكون في هدف. أنا أبغى أستثمر مثلا في مزرعة الدواجن، أحتاج أجمع معلومات وأحللها بالحاسوب عشان أنا أختار أفضل فرصة من الفرص اللي أمامي. حكيت لك تقول أمامي فرص كثيرة، هو هي أفضل فرصة؟ أنا أختار مثلا أمامي خيارين، مول ومزرعة الدواجن، لازم أختار أفضل واحدة في الخيارين. فخيار الخيارات كثيرة مش اثنين، فرص كثيرة أمامك، بس كيف تختار أفضل فرصة؟ هذه المشكلة. فالاستثمار بيقوم على شنو؟ أنا ما بدي أتعدد الخيارات، خيارات كثيرة، ما بدي الخبرة والتأهيل، أكيد إخوان كل الشريك عنده خبرة طويلة، أكيد هذا تلعب دور كبير جدا في الغراء الاستثماري، خبرة هذا كبير جدا طبعا، والملائمة. الملائمة عايشنا إخواننا، أنا أفضل مشروع على مشروع آخر حسب شنو؟ العائد، سرعة عائد ولا حسب درجة المخاطرة ودرجة الأعمال. فالمخاطر موجودة، لا يمكن أن نتجنبها، كيف نتعامل معها في حال حدوثها؟ كيف نتعامل معها في حال حدوثها؟ يعني مثلا من المخاطر التي واجهتنا اليوم هي الأزمة المالية العالمية، الكساد. كيف؟ العالم مر بأزمة مالية من عام 2009 أدت إلى انهيار كبير جدا في أسواق وفي الأسهم، حتى البورصات انهارت، البنوك الأمريكية انهارت، والشركات الكبرى انهارت، والعقارات انهارت. يعني هذه نسميها الأزمة المالية العالمية التي حدثت عام 2009 وما زالت آثارها ممتدة إلى يومنا هذا. يبقى هذه مخاطر، هذه أزمة مالية مصدرها أمريكا، أتت إلينا من أمريكا من سوق العقارات في أمريكا، من سوق العقارات هبط طاح،
إذا كان المخاطر موجودة، أزمة مالية مخاطر، حقيت لك انخفاض الأسعار مخاطر، ظهور منافس جديد مخاطر، زلازل طبيعية مخاطر، عدم استقرار اقتصادي مخاطر. يعني المخاطر كثيرة ومتنوعة جدا موجودة. هل يمكن نقضي عليها؟ أكيد طبعا لا. لكن كيف نتعامل معها؟ كيف نتعامل مع هذه المخاطر؟ هي مخاطر تأتيك، أحيانا تأتيك من الخارج، تأتيك من دولة ثانية من العالم. فالعالم صار عبارة عن قرية صغيرة في اليوم. الإنترنت والحاسوب غير العالم، فأصبح العالم كله عبارة عن قرية صغيرة. قرية واحدة العالم، سوق واحد في العالم. فالقرية الصغيرة تعرف كلها بعض وسوقها واحد ونفس الشيء. نعيش في عالم اليوم هو قرية صغيرة، وبالتالي أي أثر في جزء في العالم يتأثر. يعني الأزمة اللي تحدثت عنها قبل قليل سوق من أمريكا، سوق حضارات، ليس كل السوق، بل سوق حضارات فقط، سوق أزمة في العالم كله. إذا المخاطر تأتي من الخارج سواء ترضى أو لا ترضى، وموجودة فلا يمكن مرفوضها. لا، مش قال لي كيفنا، أريد كيف نتعامل معها، كيف نتعامل مع هذه المخاطر. يعني مثلا نقول مثلا باخرة في البحر، البحر فيه مخاطر، هي الأمواج بالنسبة للسفينة، فلا يمكن السفينة تقول أنا ما أبغى أمواج، ما أبغى مخاطر. لا، مخاطر موجودة سواء مرضى أو لا مرضى، الموج مخاطر. ولكن كيف نتعامل مع الموج؟ لازم نصنع سفينة ما تغرق، تتعامل مع جميع المخاطر الموجودة. هل يمكن سفينة تتجنب الموج؟ لا. لا يمكن تنباخر تبحر في البحر وتقول أنا أبغى أبعد عن الأمواج، مستحيل تتجنب الأمواج. ولكن كيف تتعامل مع الأمواج؟ وهكذا. مثلا فمثلا السفينة، بالنسبة للسفينة المخاطر هي الموج. أما بالنسبة لنا إحنا هنا في اقتصاد المخاطر كثيرة، أزمة مالية، فساد، تضخم، بطالة، زلازل، كوارث طبيعية، آفات زراعية، هي مخاطر. منافسين، هبوط الأسعار، عدم استقرار اقتصادي، كثير كثير. حتى لما حصل أزمة مالية عالمية شركة التأمين فلست. يعني شركة التأمين في أمريكا فلست لأنها ما قدرت تغطي كل الخسائر. فالتأمين يعني لا يعني عدم الوقوع في المخاطر والخسارة، لا، ما في الخسارة. حتى إذا كان لك تأمين صحيح، تأمين مين؟ لك شركة التأمين فلست. لما تحصل أزمات تصير مشكلة، التأمين تعوض شخص واحد أو اثنين، لكن من كل الصاد ينهار أصبح التأمين ما عنده دور. نبدأ تنوع المخاطر، صحيح مخاطر موجودة، ولذلك صارت الشركات تروي إنتاجها حتى تجنب المخاطر. شركة المراعي هي شركة حليب مشهورة بالحليب، ولذلك لا تنتج حليب فقط، تنتج شنو يا أخواننا؟ تنتج أشياء أخرى، عصير، فطاير. لماذا؟ إذا حدث مثلا كساد أو انهيار أو الرأي صار كثير في الحليب، فلا بد ان تعوض بالفطاير، بالعصير، بالزبادي وغيره. لا يمكن ان ننتج سلعه واحده، افضل استثماراتنا ان نبيعها. يعني نبيع الاستثمارات عشان ننوع المخاطر. فاذا انتجنا سلعه واحده سعرها هبط، الخسائر كبيره. اذا اخواننا الاستثمار هو الدينامو الذي يحرك التنمية الاقتصادية. الاستثمار يتأثر بعوامل كثيرة، من العائد، الربح، سعر الفائدة، التوقعات. أيضا الاستثمار يقوم على مبادئ، منها تعدد الخيارات، الخبرة، الملائمة، الأمان، درجة المخاطرة، تنوع المخاطر. هي أهمية دراسة الجدوى الاقتصادية. يعني لماذا نعمل دراسة الجدوى؟ لأنها مهمة،
صحيح. ما هي المعدة؟ ممتاز. لا طلع البيت صلى الله عليه حلو جدا صحيح. صح مثل ممتاز جدا. ايه بس يقدر مهم جدا. وش اهميته؟ نمرة واحد تحقيق أرضية نسبية للفرص الاستثمارية. من 10 فرص في الرياض حتى البنزين فرصة، مول فرصة، قطاع السيارات فرصة، مضعة فرصة، فكيف اختار أفضل فرصة؟ قد تكون هي قد تكون ناجحة لكن نسبيا مش زي بعض، مش كلها مساوية، في أفضل الأفضل. اثنين تخصيص تعليق التخصيص أمثل للموارد، هو التوظيف الجيد للموارد، هو التوظيف الجيد للموارد. يعني تخلي عن شنو؟ توظيف موارد وتوظيف جيد، هو الاستخدام الأفضل. شركة أبل صنعت الصين ليه؟ تخصيص أمثل للموارد. تدية بأعلى الربحية بأقل حصانة، أستفيد من كله هل اللي عندي. فوجه موارد تجيب صح. أنت درست الجيد، ما حد يقدر والله ضيع ويكون في سوء إدارة. تساعدني في الكشف عن التعارض الذي يمكن ان ينشا بين المصلحه العامه والمصلحه الخاصه. يعني تقول لك هناك في تعارض بين المصلحه العامه والمصلحه الخاصه، كيف؟ يعني مثلا مشروع على المصلحه الخاصه بالنسبه لي مربح، انا مثلا مشروع ابغى اعمل مشروع بتاع اسمنت. هجد سيلا وضحت ان هذا المشروع مربح جيد ممتاز. ولكن المصلحة العامة يتعارض لو سلبية، هذا المشروع فوقه آثار سلبية على البيئة لو سلبية. إذا حدث ذلك الحكومة توقع في أي وقت تسكر هذا المصنع، تسكره، تقفله، تمنعه. ليه؟ لأنه تعارض مع المصلحة شنو؟ العامة. هنا دراسة الجدوى لها دور كبير جدا توضح لنا شنو؟ التعارض الموجود بين المصلحة العامة. إذا قد تكون على المستوى الخاص مشروع ممتاز، ولكن على المستوى الوطني أو المصلحة العامة عنده آثار سالبة مثل التلوث. أيضا تساعدنا في اتخاذ القرار المناسب بشأن الاستثمار في مشروع معين، تصير قرار سليم. هي أيضا وسيلة عملية لإقناع مركز التمويل، مركز التمويل. يعني الحين تبغى أصلا غرض من الراجح ما يحتاج على طول، بل يطلب منك دراسه جدوى صح؟ فتقنع، يعني انت بتقدم دراسه جدوى والبنك يقتنع بهذه الدراسه ويحتك التمويل. احتجت في عالم اليوم لا يمكن تاخذ غرض بدون دراسه جدوى. البنك خاف على فلوسه ولذلك يطلب منك دراسه جدوى. هي وسيله انا اقنعه يحطيني. وسيلة علمية، هي وسيلة علمية يعني عشان نغير مشروع بموضوعية، تغيير علمي يعني مش تغيير سجاجة، بموضوعية. وتساعد المستثمر في المفاضلة، هذا ذكرناه بين فرصة استثمارية. وتساعدنا اخواننا في تعديل خطة الانتاج اذا حصل متغيرات طارئة اثناء التنفيذ. اثناء انا بنفذ حصل متغيرات اقدر اعدل خطة الانتاج، يعني مش اوقف لا، كن في مرونة. فكل ما كان مشروع مرن اقدر اعدل في خطط الانتاج. اقدر اعدل في خط الانتاج. يعني اقدر يعني مثلا انتج منتج بطريقه معينه مثلا وحدث اثناء حصل اثناء التنفيذ. اقدر اعدل خطط الانتاج بتاعتي بطريقه خطة اخرى للانتاج. المرسى الاولى. واواصل استمر مش اسكر لا. يعني معانا مشروع مرنة المرور معانا عشان يتقبل التغييرات. فلابد ان يكون نعمل يعني يكون مشروعنا يتقبل التغييرات، يعني يتعاون مع الواقع. يعني يصير مرنة، مش المرنة دائما يقبل التعديل، ها نقدر نعدله المرنة.
ولكن صيغة المرن ينكسر ما يقدر يعدل. فكل ما كان المشروع عنده مرونة كل ما صار شنو يقبل تعديل. يعني مثلا عملت مشروع زراعة طماطم هي كي حصل ظروف إن الطماطم ما تنجح حد الحد اللي زراعة مشروع إلى مشروع آخر غير طماطم ما تنجح. يعني أنا أقدر أغير خط الإنتاج متى ما حدث شنو طوارئ أشياء غير متوقعة. وآخر حاجة إذا نجي لمراحل الدراسية الاقتصادية هي الدراسية القانونية واحد التسويقية اللي درس السوق، ثلاثة دراسة فنية، أربعة دراسة اقتصادية، خمسة معايير تقييم المشروع. هذه يا إخواننا خمسة يسمونها شنو؟ مراحل دراسة الجدوى. هذه المعايير نمرة خمسة هي الـ MVP أكيد درسوها، صافي القيمة الحالية أي بترتيب، معيار صافي القيمة الحالية، معيار الـ IRR اللي هو معدل العائد الداخلي، معيار فترة الحساسية، ومعيار فترة الاستبدال. إن شاء الله إحنا عندنا أربع معايير نغطيها. لازم تكون بترتيب، لازم تكون بترتيب. ونشكركم على الاستماع ونلتقي غدا، مش غدا عفوا، إن شاء الله نلتقي أي الأربعاء بكرة صحيح، إن شاء الله نلتقي غدا نفس المواعيد 10 وربع. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم.